الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلص له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق عده ونصر عده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله
لله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر ولله الحمد والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. حسبني حسابا يسير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر حيات لله أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر 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 ما هام قلب مشتاق إلى حج بيت الله الحرام الله أكبر ما تهيأ للرحيل محب هزه الوجد والغرام الله أكبر ما سارت الحجاج إلى أن وصلوا إلى الميقات الله أكبر ما تجردوا من المخيط والمحيط وأحرموا منه وقد فرح كل منهم بنوال مقصوده واستبشر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ما جدوا في المسير حتى شهدوا الكعبة البهية. الله أكبر ما حطمت ذنوبهم في الحطيم ونالوا المواهب السنية. الله أكبر ما ضجوا بالتلبية إجابة للآذان الخليل في البرية. الله أكبر ما طافوا وسعوا وشربوا من ماء زمزم المطهر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ما هلت مطايا الأشواق إلى عرفات. الله أكبر ما ابتهلوا فيه وحطت عنه جميع السيئات. الله أكبر ما ازدلفوا ووقفوا بالمشعر الحرام فارتقوا أعلى الدرجات. الله أكبر ما وصلوا منا ورموا جمرة القعبة العقبة ونعروا هداهم وحلك كل أو قصر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. الله أكبر ما طوف الإفاضة بعد الرجوع لأم القرى. الله أكبر ما سعى ما لم يقدم السعي وضعف لهم القرى. الله أكبر ما تباعد عنهم الشيطان الرجيم ورجع القهقرى. الله أكبر ما رموا الجمار يومين لمن تعجل وثلاثة لمن تأخر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. سبحان من أغدك عليهم سهائب الإحسان والرضوان. سبحان من أتحفهم بزيارة سيد ولد عدنان. سلام على المغتال صاحبيك وضاعف لهم الامتنان. سبحان من كلمهم بالصلاة بين القبر الشريف والمنبر وتمم لهم الحظ الأوفر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله الذي مد وعد إحسانه وإنعامه وأعاد علينا في هذه الأيام عوائد بره وإكرامه وغصنا بضيافة عيد السرور على تعاقب أيامه وجعلنا من أمة سيد المرسلين المشفع يوم المحشر. أحمده وأشكره على ما أولى من جزيل النعم وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله عظيم الإفضال والكرم وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما هلل مهلل وكبر. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها المسلمون، هذا يوم العيد الأكبر لمن وقف قبل أمس بعرفات فمعيت سيئاته وغفرت ذنوبه وخطاياه. هذا يوم العيد السعيد وبلوغ القصد لمن كرمت سجاياه وحسنت نواياه. هذا يوم الفرح والسرور لمن تملى بأنوار حبيب الله وخاتم أنبياه. هذا يوم الهناء لمن بلغ المنى وصلى بالروضة بين القبر والمنبر. كان هذا يوم الوفاء والصدق والإخاء بين جماعة المسلمين. كان يوم التلاقي لإخوان بالنفوس الصافية وقلوب سليمة بإخلاص ويقين. كان يوم صلة الأرحام
والسعي في إصلاح ذات البين وإكرام اليتيم والإحسان على الفقراء والمساكين. لكن جعلناه يوم لهو ولعب وإسراف في اللذات والشهوات وفيما فيه الأذية والضرر. لو كان لنا قلوب لذابت أسفا على حال المسلمين من بين العباد، لو كان لنا شعور حي وإحساس قوي لتألمنا لما حل بالإسلام من إذلال واضطهاد واستعباد. لو كان لنا سمع وبصر لنبهتنا البلايا والرزايا التي حلت في البلاد. لو كان لنا إيمان صادق لما تركنا محاسن الآداب إلى بدع وعادات لا يقرها دين ولا يقبلها ذو بصيرة وبصر. ما أجمل هذا اليوم لو كان المسلمون فيه متحدين، ما أحسنه لو كانوا فيه أوفياء أمناء صادقين، ما أسعده لو كان إلى إصلاح القلوب الملتفتين، ما أهنأه لو كانوا فيما يرقي متضامنين متعاونين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فليس العيد تمتع بالشهوات ولبس ثوب الجديد، ليس العيد لمن عق والديه فحرم الرضا في هذا اليوم المبارك السعيد، ليس العيد لمن يحسد الناس على ما آتاهم مولاهم من فضله المزيد، ليس العيد لمن يحسد الناس على ما آتاهم مولاهم من فضله المزيد، ليس العيد لغائن خشاش كذاب يسعى بين الناس بالفساد والإيذاء والضرر. هيهات هيهات أن يحظى بالفلاح والقبول من أصر على العداوة والخصام والعناد. إنما العيد لمن خاف يوم التناد، إنما العيد لمن اتقى مظالم العباد، إنما العيد لمن فاز بالقبول وحسن الختام أفضل أوفر. فطهروا رحمكم الله قلوبكم بالتوبة وتقربوا بالضحايا إلى الغني الكريم واستثمنوها فإنها لكم مطايا على الصراط المستقيم. وامتثالوا أمر خالق البرايا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. فتلقوها بحسن القبول ذلكم أزكى لكم وأطهر. وسببها أمر الخليل بذبح ولده إسماعيل، وكان ذلك في المنام ورؤيا الأنبياء من الوحي الجليل. فخرج بثمرة فؤاده صبيحا رؤيا وسلك سواء السبيل، وامتثل أمر مولاه في مثل هذا اليوم، وبادر وبكر وأخذ معه مدية وحبلا وتوجه إلى أم القرى ووصل منى محل النهر وقد أشعره بما جرى. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت فعل ما تؤمر، لا ردا لما أمرك به أحكم الحاكمين.
وإليه يرجع الأمر كله وهو أرحم الراحمين. فبادر بتنفيذ القضاء ستجدني إن شاء الله من الصابرين. واكتم الخبر عن والدتي أو مرها بالصبر فإنها تؤجر. فلما أسلم وتلاه للجبين وبادر الخليل وأخذ المدية باليمين ناداه الجليل قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وفداه بذبح عظيم من الجنة فذبحه الخليل واستبشر وعظمت بذلك المنة على خليل الرحمن وصارت الأضاحي سنة ذلك اليوم مدى الأزمان. فارغبوا فيها فإنها سبب الإحسان والرضوان ولا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فاتقوا الله عباد الله وأعيوا شعائر تكون من المفلحين وانحروا الضحايا تفوز مع الفائزين. فقد أمر الله بذلك سيد الأولين والآخرين فقال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فسرت الصلاة بصلاة العيد وانحر بنحر الضحية. وأمره أمر لأمته لعدم دليل على خصوصية. فحمل أبو حنيفة الأمر على الوجوب وحمله الأئمة الثلاثة على سنية واتفقوا على أن المخاطب بها الحر القادر لا من ثمنها عليه تعسر. وهي لا تصح إلا من النعم الإبل والبقر والغنم كشرط سلامتها من العيوب المضرة والألم مما ينقص اللحم ويبين في نقصه أثر. فلا تجزئ العوراء البين عورها ولا العرجاء البين عرجها ولا المريضة والهزيلة التي لا شحم لها ولا ما قطع من أذنها ثلث أو كثر. واغتفروا الخصاء وشق الآذان فإن ذلك غير معتبر. ولا يضر كسل القرن إذا لم يحدث به في البدن ضرر. وكبروا الله في أيام التشريق عقب الصلوات ومن جاء من طريق فليرجع من أخرى لتكثر لكم الشهادات. وصلوا الأرحام وحسنوا الثياب وأكثروا الصلاة على سيد السادات. فالله تعالى يقول وهو أصدق القائلين جل جلاله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم. وأرجو لي ولكم ما عند الله من ثوابه فاسألوه. واستغفر الله العظيم لي ولكم واستعفه عني وعنكم وعن جميع المسلمين والمؤمنين أجمعين. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الوفي بعهده. أحبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم إليه، وصلوا على من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نبي الرحمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد شفيع الأمة. اللهم ارض عن أول من استحق من بعده الخلافة بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعن الحليف المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعمن استحييت به وعمن استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعن أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن الستة البررة الذين هم تمام العشرة، وعمن باع نبيك تحت الشجرة، وعن الزهراء البتول فاطمة بنت الرسول وسيدين الشهيدين الكريمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعن الإمامين المطهرين من الرجس والأدناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعن أصحاب نبيك وأهل بيته أجمعين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم شيد به أعلام الدين والشرع المتين، وفقه لما تحب وترضى، واجعل آخرته خيرا من الأولى برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وكن له عونا ومعينا، واجعل سيفه منتقما على الملحدين الكافر والطاغين، واجعله حاميا للبلاد المسلمين، إله الحق رب العالمين. اللهم انصر من نصر دين محمد، واخذل من خذل دين محمد. اللهم انصر جيوش المسلمين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين على المدينين، واغفر للأحياء والميتين، واكتب اللهم السلامة علينا وعلى جميع الحجاج والغزاة والمسافرين من المسلمين أجمعين، ويسر مقاصدهم فيما التمسوه لإصلاح أمور الدنيا والدين، واجعل عليهم واقية منك واردين وصادرين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والجدب والقحط والوباء والسيوف المختلفة والشدائد والمصائب والدين والمرض والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا خاصة وعن جميع بلدان المسلمين مع القرى عامة، إنك على كل شيء قدير. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم أجرنا من النار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، ولا تجعلنا من حطب النار، فإنها بئس الدار وبئس مثوى وبئس القرار. ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل الجبار يذكركم، واشكروه يزدكم ويهديكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. والصلاة والسلام على من قال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا. أما بعد، وتبوكم خطيب المختصر حقيقة أغنياء فاقو حرماء تفسير يهل أعلي شميري لني أول سكا عيدي إنو الشك كهين يعمل يزيم سبحانه وتعالى يعني مجلس بذلك، وبخاصة ها
kabili ya shukrainu hadwa. Ni mru ikao hakabile shukrainu. Hamasi wakati naidi iyo ni hali ikao ya khatibu haeleza ha mukhtasar. Ama ya khutba yahe mashallahu ishami nungozi nji. Njajo shina niyambe pia banu hama nwanzo waweze na khususan aburlona tanga. Watukufu masala mararu na kwaze kawari ya vili yevanu harumadaka nchashi swafi. Enukto ya handani, ne shukrainu ambani namna ikhatubi yonesa, do wani sata utie furaha haruma awe islam. Wahaswa vaja hadithi, ikawa mtume sallallahu alayhi wa sallam amukaya, inna ahabba al-a'mal dhuhu idkhali sururi fi kulubi al-mu'minin. Hakika ze amali kumni zingwewe zanzaha kuu, do utia furaha haruma awe islam. Na hakika, baada ya harumariwa zinajina, yokaya hena mrikao hati ya furaha harumu wa muslamu suswa sikuwa maleo, nyezi mweka unumalivo ya mstahiki sosi nebebo. Haizo, ikawubidi hena mru ya wanise, ya tieni yokaya rohabanu, shangu jo wanisata hati ya furaha harumu wa muslamu. E, nukutu ya bili wa tukufu, de edhuhi ya ikawo yivumbulabanu na imam. Ya, masala kaza nyenje babi, masala ikawo idomu kinisha ya parise mru, ikhtilafi liyo haruma humswali wa Eid. Yukabaka mtume sallallahu alayhi wa sallama haone haruma halisi ya beshelo ni Barra ibn Azib uka khatoba yawma Eid al-Adha baada s-sala. Mtume sallallahu alayhi wa sallama khutubu haonesa baada ya swala ukaya emriya tinza o mtinzo wa hatu ya swale swala ya hatu abu haparse suna. E yafanye kinyume ya abu abo kajaparisa ila falahu shatun wa lahmun. Yabo nge na mbuzi na nyama shaka sina faida. Mjomba wa Abraham Uzisa, ya Rasulallah, mimi tisindi mna mbuzi, rane jajabanu, wanaba sarzamba hodahoni, risarili ya mbuzi ya hatu, yengu ambo, vihambo kaya, laka shatuka wa lahmuka, abohu le nyama, shaku japarisa thawabu kawudhihi, yabori kwa zara nisokaya, mdika wanjulani wasiwasi, hadhihi. Wakatiwe jata, abo katina mba nungo. Alafu Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, waihali lilo, ya Rasulullah, gamina jadhaa, gamina mnamuzi mtiti, ikawo nguhamo, na mtina muzi tosindiyo, ekuna nja uzisha, na mtinza na hunde barakaza hetuhia. Vahem tume sallallahu alayhi wa sallama mukaya, si ujo uzisha wewe basi, shake uzu hamri tosindawe ya Khali ibn al-Bara. Mtume sallallahu alayhi wa sallama, hafanyi halinu kaya, yeye wae chendi asuhi, shamru mrajina kena usuhi. Masala la kazani ya njine babi, de masala katanganya furaha na msiba. Hamada vaja umzaze ikawa hafiliwa ni mwana hae, umuharith ala furaha hausamtume sallallahu alayhi wa sallam ya Rasulallah. Mimi nga mna msiba hae mwana, amazonambie e mwana hede mdoni ya wede mbeboni. Vahamba kaya hede mbeboni, renge furaha yobalie, vahola mwakaranzo kati mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yana mwakemdu walango do mbeboni, basi umu wangu ja furaha, umsiboroha. Haizo watukufu, yabo, rikanzaru siye, wala nanyasi, wala uzatu wafiliwa, kaya umsibaunu, utiharae hobeshehidi, emrujoherioidi, mbeshehidi, baada hapu mwabehele tanga, efuraha ishinde le umsiba. Iyo ndena mnezingu ya panga. Nukta ya raru la kwanza na khatimisha watukufu, nde aya ikao sisobobanu, mnezingu subhana wa taala, hajailia ikaloka do, Huseni mwasidina Ibrahim alayhisalam. Woya subiru na msiba, hamade namna ikhatibu hatu ya ronesa. Ukaya mnyezi musubahana wa ta'ala hamlauza, beheha, havuku na msiba unu, mnyezi musubahana wa ta'ala mbukarimnika Ibrahima hadia. Angalia hadia mtume sallallahu alayhi wa sallam Ibrahima ya nikiwa. Mnyezi mbukarimu wa mbukarimu wa suratil bakara, wa idhi btala Ibrahima, rabbuhu bi kalimatin, faatamahuna, kala inu ilu kalimasi imama. Mimi, gamazo nufanye, hasibabu wa mtani unu uke imamu, wani wanwado usheke sase njema za haho. Kal, wa min dhuriyati, fanyato wanaama bao, wakaye, hakuma ali, wanahangu wa imamu. Mnyezi mbuka jaharaya shabu kaya la ya nalu ahdi dhalimin, wala madhalimu kwa na hundu imamu. Angalia haruma surati al-anami mtukufu, hadhalika najizi al-muhsinin. Haufubi, mnyezi mgubalu haruma surati al-anami, ze aizo zendataye, aya ya mengomina anenatalu, mnyezi mguto sifu, uandu mnyezi mgu ya kirimu Ibrahima, hasibabu ya he, umu wahahe, ika uka salim, uka hamduble, mitume, kume na warandaru. Yende mtume wa yeche, ya kirimiwa,
watume kumi na randaru laula alwakti lafasalt ingesi do wakati sijueleza hamzima hamzima shanga mdun sami wa wakati rifubise haufubi garanzura mokaya e hadithi reisoma bala ya hokaya hena mdikao hati ya furaha harumamua mu'min Mnyezi Mungu subhana wa taala ngujo mliba yembebo na Mnyezi Mungu hajaloka ndi amali ya kairi ya duniani ngarengao rifanye hadia ho wandu uendele yao ne proje ya tije Mnyezi Mungu ajailie hadithini wasibu Mnyezi Mungu ajailie heni ka ukaja sharikana ye proje inu hausasaidia fikira na mvuna mali he hadithi inu yende ya nji harmandu wanu haukai hakika yo neema kuwe kango tio furaha harmumi minina mtuanza niletea ku wa akhiru da'wana ni alhamdulillahi wa salamu alaikum wa alafwa minkum wa shukran lakum wa jazakum allahu ala husni istimaikum